تشفير باستخدام one time bad، والطريقة الخامسة اللي هي تشفير باستخدام الفيجينير سايفر. تمام، احنا حناخذ الطريقتين هذول مع بعض في نفس الدرس لانهم تقريبا متشابهين، نفس مبدأ عملهم ولكن مع فارق بسيط حنعرفه كمان شوي. تمام، فلتشفير البيانات بطريقة الون تايم باد اللي حنبدأ فيها زي ما احنا شايفين فوق عندي جدول مرتب ترتيب ابجدي بنفس الاحرف، بادئين الارقام بادئينها من 0 الى 25، يعني 26 حرف عندي في اللغة الانجليزية، 26 حرف. لو بدأت من 1 حتنتهي ب 26. تمام، فحنبدأ بأول طريقة اللي هي one time bad cipher. الشرط في one time bad cipher انه يكون عدد التكست او عدد النص المراد تشفيره يساوي العدد الكي المتفق عليه لعدد حروف الكي. فهنا عندي 13 حرف اللي هي attack at night التكست، هذا التكست النص هذا بدي اشفره. واخترنا، فلنفرض انه اخترنا كي لفك للتشفير ليمون بالنعناع، هو كمان 13 حرف، فبالتالي كلمة السر ليمون بالنعناع 13 حرف. طيب في حال كان الكي اكبر من النص، يعني لو كان هنا كمان في حرف A زيادة بشيله. تمام، يعني الشرط انه يكون الكي يساوي أو أكبر من النص المراد تشفيره، ولو كان أكبر من النص المراد تشفيره بخليه على نفس حجم النص المراد تشفيره. كيف نبدأ تشفير؟ تشفير عادي اللي هي عبارة عن جمع الأحرف فقط، بنشوف كل حرف بيمثل كم من الجدول اللي فوق، بشرط أنه نستخدم الجدول للتشفير نفس الجدول كمان نستخدم الفك التشفير، وبمثل كل رقم للحرف بكامل. مثلا حرف ال A بصفر، حرف ال L هنا هي صفر، حرف ال L كم من الجدول؟ 11، زائد صفر زائد 11 حيديني 11 من الجدول كام؟ اللي هو حرف ال L. تمام، فبالتالي حرف ال L هذا هو للتشفير، يعني حرف ال A بعد التشفير صار حرف ال L. تمام، بدي أفك تشفيره اللي هو decryption، بروح عاكس العملية، هنا عامل جمع هروح عامل هنا الطرح، حرف ال L من الجدول بستخدم نفس الجدول كام ب 11 ناقص حرف ال L اللي هو 11 صفر صفر من الجدول اللي هو حرف ال A، فهيك عدنا فكينا تشفيره decryption. فبالتالي هي عملية عكسية، هيك زائد هيك ناقص، يعني عبارة عن جمع أحرف. طيب في حال جمعنا حرفين وكان المجموع أكبر من 26، أنا عندي هنا 26 حرف في اللغة الإنجليزية، لو كان المجموع أكبر، يعني مثلا لو قلنا 5 أو خليها E، ولا فلنفرض أنه كان في كلمة كان هنا في حرف O تقابلت مع هنا حرف مثلا R، يعني هنا كلام وبدي أجمع الـ O مع الـ R، شوف الـ O من الجدول كام؟ 14 زائد الـ R كام؟ الـ R 17، اجمع 14 زائد 17 اللي هي 11 31. 31 غير موجودة هنا عندي في الجدول، بروح عامل لها مود 26 لأنه عندي 26 حرف، فهي مود 26. إيش يعني 31 مود 26؟ يعني باقي قسمة 31 على 26، 31 تقسيم 26 باقي القسمة هو الناتج، 31 على 26 هي 1، هي 26، هي 4، هي 5. فبالتالي الجواب هو باقي القسمة 5. 5 كم بيمثل في الجدول؟ بيمثل حرف ال F، فبالتالي ال O مع ال R زائد ال R بعد التشفير حيكون ال O بعد التشفير حيصير F. تمام، فهذه هي الطريقة، بروح جامع التي مع الـ A بعدين التي مع الواي، الـ A مع الـ M، السي مع الـ O وهكذا. هذه هي طريقة الـ One Time Bad، وعرفنا الشرط اللي فيها. أما بالنسبة للطريقة الثانية اللي هي عبارة عن الـ Virginia Cipher، لا يشترط أن يكون عدد الأحرف النص المراد تشفيره يساوي عدد أحرف الكي المستخدم.
فلنفرض أنا بدي أشفر هنا كلمة I love you، تمام؟ you love، المهم، والكي المستخدم اللي هو cool، هنا شايفين إنه أقل من النص. طب كيف أنا حشفر باستخدام كي أقل من عدد الحروف؟ بروح أكرر الحروف من أول وجديد، السي بعدين أو بعدين أو بعدين إل وهكذا إلى إني أوفي التكست كامل. فهنا مثلا شوف كم حرف عندي، 1 2 3 4 5 6 7 8 8، وعندي هنا 4 حروف كي فقط، يعني بس حزيد 4 حروف، أعيد تكرار سي أو أو إل، وبروح نفس الطريقة الجامع الأحرف مع بعض، الآي مع السي، الآي بكام؟ بـ8، السي بكام؟ بـ2، 8 زائد 2 لـ10، الـ10 بكام من الجدول؟ كي، فبالتالي الآي بعد التشفير صارت كي. بدي أفك التشفير الكي، الكي بروح بستخدم نفس الجدول كام؟ بيساوي 10، بروح عاكس العملية، طرح الناقص الكي المتفق عليه اللي هو السي اللي هو بكام؟ اللي هو بـ2، 10 ناقص 2 حيديني 8، 8 من الجدول كام؟ حرف الآي، رجع لي للنص الأصلي. هيك بكون عملت تشفير وفك تشفير انكريبشن أو ديكريبشن باستخدام طريقتين اللي هي الوان تايم باد سايفر والفيجينير سايفر، وعرفنا الفرق ما بينهم. طريقة طبعا سهلة جدا، كلام فاضي. سلام.